أعلنت وزارة الصحة أنه بدءا من اليوم يمكن للراغبين بأخذ الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 من المؤهلين للحصول عليها ممن يظهر لهم الشعار باللون الأصفر في تطبيق مجتمع واعي التوجه مباشرة للمراكز الصحية بجميع محافظات مملكه البحرين؟ نعم ويتم استقبال جميع المواطنين والمقيمين المؤهلين لتلقي الجرعه المنشطه المراد تلقيها من الساعه السابعه والنصف صباحا الى الساعه الخامسه مساء وفق مواعيد العمل اليوميه لكل مركز مؤكده الوزاره على ضروره ابراز دفتر التطعيمات عند الحضور هذا وبينت الوزاره ان التطعيمات في كل مركز صحي تختلف بحسب نوعها والتوجه للمركز لاخذ التطعيم ليس مرتبطا بمنطقه السكن